شو وقت نحتاج نبني سفينة إنقاذ حتى لو ماكو نوح؟ الجواب حين يأتي الطوفان، والطوفان هالمرة عبارة عن مخدرات، حشيشة وحبوب مهلوسة تنباع بالقهاوي ويا الشاي والأرقيلة. هذا هو حال العراق حالياً للأسف. دولة شبه فاشلة، ومجتمع 50% من شبابه يتعاطون المخدرات بأنواعها، باعتراف وزير الداخلية قبل أيام. لوين رايحين وشلون نقدر نتلاحق الكارثة؟ ما ندري. اللي ندريه هو سيل من المعلومات المخيفة، وأول معلومة بيهن تقول إنه العراق بعد 2003 تحول من بلد معبر للمخدرات إلى بلد مستقر ومستهلك إلها. 10% من المواد اللي تتهرب عبر العراق جاي تستهلك بداخله. عدد المتعاطين من عمر 15 إلى 35 سنة جاي يزداد زيادة مهولة سنوياً، خصوصاً بالمناطق العشوائية ببغداد ومدن الفقراء بالجنوب والفرات الأوسط. والغريب أن التقارير تذكر أن مشكلة الإدمان الكحولي انخفضت بمحافظات الفرات الأوسط والجنوب مقابل ازدياد ملحوظ بنسبة الإدمان على المخدرات، وهذا سببه منع الاتجار بالخمور بهاي المدن. يعني منعوا الخمور وسهلوا دخول المخدرات تفلحوا. نفس التقارير تذكر أن المنافذ الحدودية بين العراق وإيران بالبصرة وميسان والكوت وديالة تمثل حالياً المعابر الرئيسية للمخدرات بكل أنواعها، من الكريستال للكبتاكون للصفر واحد للحشيشة والترياق والآرتين وغيرها، أسماء ما كنا نسمع بيها قبل. وبما أنه جبناها على قبل، فمعروف أنه واحدة من الأشياء اللي كان يتفاخر بها صدام حسين هي سيطرته التامة على هذه الآفة، رغم أن الرجل كان علماني ومليان مساوئ، في حين نظام ما بعد 2003 اللي حكموه أحزاب الإسلام السياسي صار مرتع للمخدرات وحبوب الهلوسة. وأعداد الموقوفين والمحكومين بقضايا تجارة المخدرات وتعاطيها أصبحت تفوق أعداد المتهمين بقضايا الإرهاب. بعام 2018 مثلاً العدد تجاوز 9000 شخص بيهم نسبة من الفتيان وحتى الفتيات ارتكبوا جرائم تقشعر لها الأبدان بسبب تعاطيهم المخدرات. هذا اللي قتل أبوه، وذاك اللي قتل أخوه، وذاك اللي زنى بمحارمه، ومن هالمال حمل جمال. طيب ليش المخدرات جاي تنتشر ببلد الشعائر الدينية؟ الأسباب هواية، بيها اجتماعي وبيها اقتصادي، بس أكيد جذورها سياسية. لذلك تلقى المتعاطين والمروجين بالمناطق الفقيرة أكثر، لأن شبابها محبطين عاطلين عن العمل. قسم منهم أدمن حتى يهرب من الواقع، وقسم قام يشتغل بترويج المخدرات والحبوب لأن ما عنده فرص عمل بديلة. مئات الكافيهات فتحت لهذا الغرض، ومنظومة كاملة من شبكات التوزيع والتعاطي تشكلت كونها تجارة مربحة. طيب وين الدولة؟ الدولة وأحزابها وحكوماتها المتعاقبة هي المتهم الأول، لأنها ضعيفة ومنخورة بالفساد، وباب الفساد يدخل من الحزام الناسف مثل ما يدخل صندوق الحبوب المخدرة. بل هناك من يتهم أحزاب وفصائل تحكم الدولة بإدارة هذه التجارة لتمويل نفسها، وهذا معناه أن النظام السياسي هو المسؤول الأول عن الكارثة الاجتماعية المرعبة اللي عايشيها وراح تنتظرنا أسوأ منها. هسه وين رايحين؟ رايحين لقنبلة نووية اجتماعية جاي تصنع على أرقيلة هادية. والقصة مو بس يم الدولة
رغم أنه هي المفروض تحمي المجتمع. القصة تحتاج جهد جبار وجماعي، مؤسسات دينية وعشائر وأسر، معلمين ومثقفين، إعلاميين وفنانين، الكل لازم يشاركون، ببساطة لأننا على وشك الغرق وعلينا أن نصنع سفينة الإنقاذ فوراً. ومو مهم من يكون نوح اللي راح يقودها، المهم سفينة النجاة تنبني.